بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد مهران، المحامي بالقضاء العالي. سبق وتكلمنا قبل كده مع بعض عن بعض الموضوعات القانونية اللي بتهم المشتغلين بالعمل القانوني، لا سيما شباب المحامي، وكنا قدمنا ما يعرف بسلسلة المعلومات القانونية اللي بتفيد كل دارس وكل باحث في العلوم القانونية. النهاردة هنتكلم عن موضوع من أهم الموضوعات اللي بتهم شباب المحامين، وهو الحبس الاحتياطي. وعشان نتكلم عن الحبس الاحتياطي لازم نعرف أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في الإنسان البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إلا أن المشرع المصري استهدافا لمصلحة التحقيق وخشية من أن يهرب المتهم أو أن يكون في إخلاء سبيله تأثيرا سلبيا على التحقيقات وتضليل المعلومات أو تغييرها، أجاز رخصة للنيابة العامة أن تأمر بالحبس الاحتياطي. فالحبس الاحتياطي هو في حقيقته تقييد للحرية، لكن هذا التقييد مشروط بعدد من الضوابط، أمها أن يصدر هذا القرار من النائب العام أو وكلاء النائب العام أو من قاضي التحقيقات أو من قاضي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. إذا ما كانت هناك مبررات للحبس الاحتياطي، كما لو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف أو يخشى على إخلاء منه يخشى من إخلاء سبيله على التأثير على سير الدعوة أو التحقيقات أو الأدلة، أو أن تكون هذه الجريمة من الجرائم التي يجب أن يكون فيها الحبس الاحتياطي وجوبي كما في جرائم السرقة. الحبس الاحتياطي له مدد محددة. المشرع المصري حط ضوابط في تحديد الحبس الاحتياطي، واللي بيبدأ بأربعة أيام ثم 15 في 15 في 15 في 45، والأمر بيتغير ما إذا كانت التهمة جنحة أو جناية. لكن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية هو 24 شهر، لأن الحبس الاحتياطي لابد أن يتم في المواعيد الرسمية، لأن سقوط الحق في الحبس إذا تم التجديد بعد انتهاء مدة الحبس السابقة ب 24 ساعة. كمان من الحاجات المهمة جدا لازم نتكلم فيها والناس تعرفها، إن الحبس الاحتياطي مدته بتتخصم من العقوبة. فإذا كانت العقوبة هي الحبس وكان المتهم محبوسا احتياطيا على ذمة القضية وليكن شهر أو اتنين، وكانت العقوبة 6 أشهر، إذن مدة الحبس الاحتياطي بيتم خصمها من مدة العقوبة التي تقررها المحكمة. كمان يا جماعة من المهم جدا الناس تعرف أن الحبس الاحتياطي أحيانا قد يكون الإفراج عن المتهم وجوبي إذا صدر قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو إذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي دون أن يتم تجديدها في الميعاد القانوني وما يترتب عليه سقوط الحق في الحبس، وتلتزم النيابة العامة آنذاك بالإفراج الفوري عن المتهم. أيضا من الأمور اللي بيتم فيها الإفراج الوجوبي عن المتهم أن تكون الجريمة المتهم بها ليست من الجرائم التي معاقب عليها بالحبس، كما لو كانت العقوبة هي الغرامة المالية. إذا تم حبس المتهم احتياطيا، هذا الأمر أمر ضروري جدا، إذا تم حبس المتهم احتياطيا في جنحة مثلا وانتهت مدة الحبس الاحتياطي كما لو كانت مقررة بالحد الأقصى 45 يوم دون أن تكون هناك قرارات من النيابة العامة أو من المحامي العام، دون أن يصدر قرار من المحامي العام بالإحالة للمحكمة، وجب على النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي. من أهم المعلومات اللي لازم يعرفها شباب المحامين، إذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي دون إحالة الدعوة للمحكمة، كما لو كان مثلا مدة الحبس 45 يوم في الجرائم التي تكون فيها العقوبة الحبس، ثم انتهت مدة 45 يوم دون أن يتم إحالة المتهم للمحاكمة، في الحالة دي بيحصل سقوط في الحق في الحبس. وعلى شباب المحامين يعرف أنه لازم يتقدم بطلب بيطلب فيه إخلاء سبيل المتهم لسقوط الحق في الحبس بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي دون تجديد. إذا صدر قرار بالحبس الاحتياطي يجوز الاستئناف عليه، والاستئناف على قرار الحبس بيكون في المحكمة الأعلى. فإذا صدر قرار الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق فأنت بتكون وقتها ملزم بأنك تتقدم بالاستئناف على قرار الحبس بعرض هذا الاستئناف على قاضي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. وإذا صدر قرار الحبس من هذه المحكمة الأخيرة بيكون قرار الاستئناف على قرار الحبس الاحتياطي أمام محكمة الجنايات. خلاصة القول أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي
لأن في تقييد لحرية المواطن وإلزامه بالاستمرار تحت يد سلطة التحقيق لحين انتهاء التحقيقات، وده قرار بتتخذه النيابة العامة إذا ما كان هناك أسباب ومبررات، كما لو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف أو يخشى من إخلاء سبيله زي ما قلنا من التأثير على سير التحقيقات أو الأدلة الموجودة داخل الدعوة. مسألة الحبس الاحتياطي مرتبطة بالجرائم التي يكون فيها الحبس وجوبي، إذا كانت العقوبة هي الحبس الوجوبي في الحالة دي بيكون دايما النيابة العامة حريصة على أن تنفذ القانون بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق لحين الإحالة. إذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي دون تجديدها في الميعاد القانوني بيسقط الحق في الحبس، وعلى صاحب الحق أن يتقدم بطلب من خلال محاميه إلى الجهات المسؤولة لي كما لو كان النائب العام أو المحامي العام بطلب بسقوط الحق في الحبس وضرورة إخلاء سبيل المتهم لعدم تجديد الحبس في المواعيد القانونية. كما أن هناك مسألة متعلقة بالاستئناف، وقلنا إذا كان صادر من قاضي التحقيق أو من نيابة العامة بيكون الاستئناف أمام قاضي محكمة جنح مستأنف منعقدة في غرفة المشورة، وإذا صدر قرار الحبس الاحتياطي من محكمة جنح مستأنف منعقدة في غرفة المشورة بيكون الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة أيضا في غرفة المشورة. الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي مقيد للحرية، وهو من أهم الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم في تقييد حريته، لكن المشرع جعلها رخصة للنيابة العامة إذا ما استلزم الأمر ضرورة التحفظ على المتهم لحين إحالته للمحكمة أو لحين انتهاء التحقيقات.